من تقريرنا النهاردة، المصغرات وهو أحد الفنون التشكيلية اللي بتعتمد على بناء مجسمات صغيرة جدا، ممكن تكون في حجم كف الإيد أو أصغر، وهو فن بيعكس العمق الثقافي والإبداعي للمكان والمحيط اللي بيتم فيه تصميمه. وفي أفلام كتيرة مثلت فن المصغرات، منها هاري بوتر وتايتانيك وكارتون شون تشيب وغيره من الأفلام. محمد سامي من الفنانين الموهوبين اللي أبدع في فن المصغرات، هنشوف التقرير ونرجع تاني. أبدع وابتكر وبأدوات بسيطة أنتج لينا مجسمات ولوحات فنية رائعة. محمد دكتور صيدلي، لكن الفن هو غذاء لروحه والعالمية هي طموحه. فن المصغرات أو الديوراما أو المينيتشرز هو فن مجسمات صغيرة، محاولة ان انت بتنقلي المتلقي مجسم صغير او مشهد في صورة ماكت صغير او نموذج صغير، بحيث ان هو يبقى شايف المشهد كله فعلى كف الايد. بما اننا كلنا اصلا مرتبطين بالمصغرات من واحنا صغيرين، كلنا بنلعب بالعربيات الصغيرة والعرايس الصغيرة، فاصلا الموضوع اصلا يعني احنا كلنا عندنا شغف، بس اللي هيعرف ينفذه بقى. يعني المصغر بترسمي فيه، بتنحتي فيه، بتزخرفي، بتشكلي فيه، فلقيت ان دي انسب حاجه ان انا اجمع كل اللي انا اتعلمته في الشكل ده. عشان المجسم اللي بيعمله محمد حجمه صغير جدا، فده بيتطلب منه تركيز عالي جدا ودقه في التنفيذ بترتيب ادواته واخراج الشكل النهائي اللي بنشوفه دلوقتي. لازم كل حاجه تبقى متناسقه ومتوازيه لحجمها الحقيقي في الطبيعه، علشان ما تبقاش الهوايه مكلفه بالنسبه لي او الشغل مكلف بالنسبه لي. فانا بستخدم الوان بسيطه قوي زي الاكاسيد، الوان الجواش، احيانا الاكريليك لما اجي اعمل الحوائط مثلا بستخدم الجبس، بستخدم الخشب، بستخدم البلاستيك، بستخدم الطين، القش، الورق، القماش، الخامات الحقيقيه الموجوده في الطبيعه. المشكله اللي كانت بتقابلني لما باجي ارفع الصور على الصفحه عندي ان في ناس ما كانتش متخيله ان ده ماكت، في ناس فاكره ان انت بتصور عادي صور مشهد في الشارع. فبدات عشان لفت انتباهي اكتر من واحد قال حضرتك بتصور صور وبتنزلها، ايه الفايده في كده يعني؟ قلت له لا، مش صور، ده شغل ماكتات. نفسي اعمل حاجه نستخدمها في صناعه السينما، في التصوير، تخش بقى مجال تاني، يعني فن يخدم فن تاني. المصغرات هو أحد الفنون التشكيلية اللي بيعتمد على بناء مجسم صغير جدا بيكون حجم كف الإيد أو أصغر في بعض الأحيان، وهو كمان فن بيعكس العمق الثقافي والإبداعي للمكان، وكمان اتصور أفلام كتير في تمثيل فن المصغرات. ملكة رمزي، الحياة أحلى. بشكر زميلاتي رانيا صبحي ومليكة رمزي على اعداد هذا التقرير الرائع. الحقيقه في المصغرات دي صعبه جدا ان الواحد يبتكرها ويلونها ويرسمها، يعني بجد فن راقي جدا وجميل وبيجمل المكان.